تابعتم الحالة العظيمة والطاقة الإيجابية اللي كانت موجودة على المسرح، خصوصا مع يعني المكرمون في بداية أو مع المكرمين في بداية الحفل النهاردة، ولحظة كانت الحقيقة الناس كلها سعيدة بيها للغاية، من بينهم نجمة الايام اللي فاتت دي كلها بقى لها كتير ترندنج، وتلاقي اطلاله شبابيه، اطلاله في العشرينات، مش عارف حاجه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني لانها دائما وابدا تحافظ على اطلالتها. النجمه الكبيره الاستاذه ناديه الجندي مشرفانا ومنورانا. اهلا بيك يا رامي. عامله قلق كبير يعني الفتره اللي فاتت. الحمد لله. الحمد لله. حب الجمهور ده لا يقدر بأموال الدنيا كلها. طبعا بس هو مش حب الجمهور بس برضه. ما شاء الله الحفاظ على القوام والفساتين الجميلة. الحمد لله. عظيمة جدا. الحمد لله. الحمد لله. ألف ألف مبروك على التكريم النهاردة. ميرسي. ولحظة الناس كلها كانت مستمتعة بيها. بس عايز أعرف مشاعر حضرتك الخاصة كده في اللحظة طلعتوا فيها مع بعض ثم التكريمات. والله طبعا التكريم ده شيء جميل، بيدي للفنان طاقة إيجابية وبيديله دفعة قوية إن هو يستمر ويجيد ويتحمل الصعاب اللي احنا بنشوفها في مهنتنا الصعبة دي. فطبعا التكريم ده شيء بيسعد أي فنان طبعا، أكيد يعني إن تقدير لمجهودك ولمشوارك ولتاريخك، ده شيء طبعا أسعدني جدا طبعا. يعني في لحظة برضو كانت الناس استمتعت بيها ويمكن دكتور يحيى الفخراني علق عليها، الحضن الجميل ما بين حضرتك وما بين النجمة الكبيرة مدام نبيلة عبيد. والله يا رامي احنا ما فيش بيننا مشاكل اطلاقا، يعني كل طبعا انت عارف في ناس بتحب تهوي على النار كده، يعني تحب تشعلل تعمل شعلالة وفرقعة في الصحافة وبتاع، اطلاقا يعني فيش اي بيني وبين اي حاجه. نبيله فنانه جميله وفنانه محترمه وعشره عمر طبعا. بص يا رامي، الفن اخلاق، يعني الفنان لازم يبقى على خلق قبل ما يبقى فنان. صدقني زمن الفن الجميل زمان كان كل الفنانين يحبوا بعض ويسالوا على بعض. دلوقتي في بعض الفنانات بيأجروا سوشيال ميديا بالفلوس، لجان إلكترونية بالفلوس عشان يهاجموا أي فنان ناجح. فدي عملية بقت يعني إحساس رهيب، إن تحس إن فنانة زيك أو فنان بيحاربك في الخفاء، بس بدل ما بسلاح لا بيحاربك بقى بأسلوب تاني، بسلاح تاني قذر، بسلاح في الخفاء. يجيب السوشيال ميديا، مش السوشيال ميديا، هو بيجيب لجان إلكترونية تابعه بالفلوس ويبتدي يهاجمك أو تهاجمك. كل عمل تعمله تسخفه، تحاول إن هي تقول حاجات عنك كاذبة ملهاش أي أساس بالصحة عشان تشوشر عليك وعلى اسمك وعلى حب الناس ليك، وكل ده طبعا صدقني ما بيأثرش في نجومية فنان رجله راسخة وعنده تاريخ، وتاريخ محفور في قلوب الناس. فطبعا ده نوع من الفشل ونوع من الحقد، وطبعا دول ما بيوصلوش لحاجة. لكن ايه المفروض ان في المطلق المفروض ان الفنان ده يبقى له مواصفات الفنان، مواصفات الفنان اللي هي ايه؟ اللي هو فنان راقي على خلق، بيحب في زملائه، ده المهم. اتمنى لهم الخير، خصوصا ان الفنانين كمان بطبيعه الحال بيبقوا قدوه للشباب اللي بيحبوهم يتفرجوا عليهم. بالظبط، الفنان يبقى قدوه. لكن لما يبقى عموما يعني الحمد لله. بس اسمحي لي، طب عذرا المقاطعة، شايف حضرتك بتتكلمي بانفعال شوية على الموضوع ده، اتأذيتي منه قبل كده؟ أيوة طبعا، على طول الوقت ورايا ناس على طول بيدفع لهم فلوس عشان يخشوا يقولوا عني أخبار كاذبة، يكبروا في سني، يطلعوا لي، يعني بيزودوا عن حاجة وعشرين سنة؟ لا 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 كده حد هزعل منك. ليه؟ قصدك 18. طيب بس اللي حضرتك قلتيه ان الفنان المزروع على فكره السن عمره، فنان مش بسنه،
لا لا خالص الفنان بأعماله. طبعا انت عملت ايه، تاريخك ايه، بصماتك ايه، ده المهم. عشان كده مهما كان ان حد لا بيعمل لا حاجه لا كده كل ولا دي كده، كل الحب دي موجود في قلوب الجمهور ايوه والرجل راسخه في مكانها وكل واحد عارف تاريخه عامل ازاي، فما بيحصلش تاثير يعني. طب خلينا في الجزء الايجابي بقى، خلينا بقى الحاله العظيمه اللي موجوده النهارده في هذا المهرجان في دورته الاولى. يعني برضو لحظه التكريم مهمه، بس لحظه التكريم لما تكون في اول دوره من دورات مهرجان القاهره للدراما اكيد ليها مشاعر مختلفه. وشايفه حضرتك المهرجان نفسه وفكرته ازاي؟ والله هو المهرجان مهم جدا في التوقيت ده، لان الدراما هي زي ما قلت الدراما هي القوة الناعمة المؤثرة جدا في تكوين وجدان والشباب والأطفال والأسرة المصرية، بتدخل بيوتنا وبتأثر فينا، فلازم الدولة تهتم شوية أو تهتم كثيرا. فالمهرجان ده طبعا هيعمل نوع، هيخلق نوع من التنافس، هيخلق نوع من الايه الحماس، ان المنتجين يبتدوا يعملوا اعمال جاده واعمال هادفه واعمال تسري ال 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 الساحه الدراميه نعم. فطبعا هو اكيد مفيد وجا في توقيته، لان مهرجان الاذاعه والتلفزيون اتلغى، فكنا محتاجين الحقيقه. يعني أنا فاكرة إن أنا اتكرمت من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دوري في فيلم مشوار امرأة وعن دوري في فيلم الملكة نازلي. فكان المنتجين فعلا متحمسين إنهم يعملوا أعمال فنية قيمة. لكن يعني هو نوع من التشجيع ومن نوع من الاهتمام بالدراما. صحيح. عشان النهاردة بقت ممكن جدا الدراما الخارجية تسحب البساط من تحت الدراما المصرية، لأن الدراما دلوقتي في العالم كله بتتقدم جدا. صح، حصل فيها تطور رهيب. دراما في لبنان تقدمت جدا، وفي تركيا وفي سوريا، فلازم يبقى في نوع من الاهتمام شوية بالدراما. صحيح. ويمكن في مصر زي ما حضرتك قلتي انه هذا المهرجان هيخلق منافسة حميدة جدا، يبقى فيه سباق دايما للنظر للجودة، بالزبط. ان الجودة تتطور بشكل بالزبط. كويس. يعني مسلسل من المسلسلات كنت تتمني يبقى مشارك في المهرجان، هيكون انهي مسلسل؟ شارك طبعا الملكة نازلي، طبعا من التحف اللي اتعملت في الدراما المصرية الحقيقة جدا. انا خدت عليه 12 جايزة، ومشوار امرأة من الأعمال برضو لغاية النهاردة الناس بتحبها، وكل ما بيشوفوه بيحبوا يشوفوه تاني. طبعا طبعا الحمد لله. هل في أخبار حلوة كده إن بنحضر لحاجة الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله. غير القلق اللي على السوشيال ميديا؟ إن شاء الله بإذن الله. سينما ولا دراما ولا الاتنين؟ والله أنا بعشق السينما بصراحة، يعني أنا بنت السينما وبحب السينما وأتمنى السينما ترجع تاني تنتعش الله. زي ما كانت في التسعينات ان شاء الله باذن الله. بس ده ما يمنعش برضو ان الدراما فيها طبعا. حته لا في القلب. طبعا خلاص. لا ما انا حبيت الدراما الحقيقه. ليه بقى؟ لان انا اهتمامي بالدراما بالظبط زي اهتمامي بالسينما، بحب ان اكون على نفس المستوى، فربنا يسهل يا رب ونعمل السنه دي دراما وسينما يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شرفتينا ونورتينا، والف الف مبروك مره ثانيه على التكريم. ميرسي ليك. شكرا شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبي.